نعم، شكرا زميلي سلمان. مباشرة إلى السيد كالديرون، وقبل كالديرون هذا الرجل الرائع حقيقة المترجم ماهر، اللي الحقيقة تعبنا هذا الموسم بشكل كثير وكبير وناخذ منه أسئلة ويترجم ويقنع كالديرون. أحيانا كالديرون ما يبغى يتحدث للإعلام، لكن ماهر يستطيع أن يقنع كالديرون. قل له أنا وش قلت. Dice que enhorabuena, te lo mabruca, enhorabuena por el campeonato, Gaby. شكراً شكراً. باركت له بالدوري وبقول لك شكراً. شو اللي ميز الهلال حتى يمشي بهذه الطريقة المميزة؟ ¿Cuál es el especial que tuvo el Hilal, Gaby, hasta que llegó donde llegó? Bueno, nos tenemos que recordar cuando llegamos aquí que había 11 lesionados y un equipo psicológicamente hundido por la Copa de Asia. ما ننسى أخي الكريم عندما وصل السيد كالديرون على رأس الجهاز الفني لنادي الهلال كان هناك 11 لاعب مصاب، إضافة للحالة النفسية التي كان يعاني منها اللاعبون بعد الخروج من آسيا. Gracias a la hombría y a la calidad de los jugadores se pudo llegar a después de mucho sacrificio y mucho trabajo se llegó a esto. سبت هنا صح التعبير، يعني بالله يعني الجواب على سؤالك هو شكرا على الرجولة والتضحية اللي كانت موجودة ولم تزل موجودة عند اللاعبين حتى وصلوا بالهلال إلى ما نحن عليه اليوم. Yo le agradezco a los jugadores todo el esfuerzo que han hecho por repetir este título que era muy difícil. A Sammy Chávez por la confianza y la insistencia de que yo venga a dirigir este club y al presidente que le dio confianza a Sammy. شكر كبير للاعبين اللي أدوا وبذلوا جهد كبير خلال الفترة الماضية حتى وصلوا لأنه حصلوا على بطولة الدوري، خاصة أنك تحصل على بطولة الدوري للمرة الثانية على التوالي أمر ليس بالسهل على الإطلاق. شكر الخاص لجماهير الهلالية العريضة، شكر الخاص لسمو الأمير عبد الرحمن بن سعد رئيس نادي الهلال، وأكيد لمدير الكرة في النادي السيد سامي الجابر على الثقة الكبيرة اللي وضعوها بالسيد كالديرون. Y al público del cariño que nos han brindado todo momento. نرجع بأكد شكره الكبير للجمهور الهلالي اللي وضع ثقته أيضا بالمدرب كالديرون وباللاعبين. أسأل السؤال، اليوم البعض تحدث بأن الهلال حصل على بطولة الدوري لأن الآخرين لم يكونوا بشكل جيد ولم يكونوا بعافيتهم، كيف يعلق على هذا الأمر؟ Algunos dicen الهلال ganó la Liga Gabi porque los otros equipos son flojitos. ¿Qué tal ves el tema? Bueno, hay cuatro clasificados en Asia. جواب السيد كالديرون أن هناك أربع فرق تأهلت إلى دور الثمانية في دوري آسيا للمحترفين. Teniendo 11 lesionados al principio de la liga tiene mucho mérito lo que hizo Hilal, mucho más de lo que todos piensan. إضافة للظروف اللي كان يمر فيها نادي الهلال أو بالأحرى لاعبين الهلال في الفترة السابقة لوجود المصابين والوضع النفسي اللي كان يعاني منه اللاعبين بعد خروج آسيا، هذا لحاله يكفي لحتى نعرف الجهد الكبير اللي بذول اللاعبين لوصلوا بالهلال الى بطوله الدوري. اسال سؤال اخير وارجو ان لا يغضب مني على هذا السؤال. يقال ايضا بان كالديرون حينما ياتي الى اي مهمه تدريبيه ينجح في السنه الاولى والسنه الثانيه تكون هناك مطبات، شاهدنا هذا في المنتخب، شاهدنا ايضا في الاتحاد وشاهدنا في الهلال، يتفق؟ Algunos dicen Calderón cuando llega a un trabajo el primer año siempre tiene un gran éxito, en el siguiente año tiene un bajón. Eso pasó en la selección con el Tijad y ahora con el Hilal. ¿Qué tal ves eso? No, con la selección no hubo ningún bajón. En el mejor momento de la selección me fui y Tijad el segundo año jugamos la final de Asia. يعني مع احترام الشديد لاراء جميع اخي الكريم مع المنتخب الامر لم يكن كذلك، يعني في اللحظه الجميله وفي اللحظه الرائعه لوجوده مع المنتخب مشي السيد كالديرون من المنتخب مع الاتحاد في العام الثاني لعب نهائي اسيا. En Arabia siempre se busca a la gente que trabaja bien de intentar desacreditar el trabajo. ولكن للاسف البعض يعني البعض هون في المملكه العربيه السعوديه يحاول ان يقابل النجاح بانه يقلل من قيمه هذا النجاح. This is problem for Saudi football. وهو مدرب كبير. رز جراند ترينادور جابي. شكرا لسيد